يمكن الصناعات اليدوية والحرف التراثية بشكل عام أصبح توجه الدولة وبالأخص الفترة الأخيرة، لأن هناك الكثير من الصناعات اللي مهددة بالانقراض، منها كده السجاد اليدوي. ولكن يمكن دي من الحاجات اللي بتميزنا وبتميز مصر، وبالأخص أن مصر كمان من ناحية السجاد اليدوي ليها سمعة عالية جدا عالمية ومن زمان جدا. فزي ما قلت لحضراتكم، هناك اهتمام من القيادة السياسية والوزارات والحكومة والدولة للفترة الأخيرة بالاهتمام بهذه الصناعات اليدوية المختلفة، ومنها تحديدا كمان السجاد اليدوي. تفقدت نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي وأحمد الأنصاري محافظ الفيوم مصنع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، بحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير. هنعرف المزيد من التفاصيل حوالين هذا المصنع والهدف منه، وإزاي نقدر أن احنا كمان نشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أن هي تقوم بإحياء الكثير من الصناعات وبالأخص الصناعات اليدوية. معنا دكتور مصطفى زمزم رئيس مؤسسة صناع الخير. برحب بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المشروع والهدف منه، وإحياء بقى الصناعات اليدوية ومنها السجاد اليدوي الأصيل، اللي هي أصلا يعني مصر دايما من زمان معروفة أن هي متميزة في هذه الصناعة. الحقيقة زي ما حضرتك بتقولي، هي الاهتمام كمان القيادة السياسية بالمنتجات التراثية واليدوية في مصر أصبح له يعني حيز كبير الفترة الحالية، وده اللي احنا الحمد لله بدأناه في تجهيز المصنع وتدريب العاملين فيه. في 84 فتاة ومشرف وعامل داخل هذا المصنع بقرية دار السلام، وإن شاء الله يعني هدفنا في مؤسسة صناع خير يعني جعل هذه القرية بالكامل بتعمل السجاد اليدوي وخاصة السجاد الحرير، وفي أيضا إنتاج سجاد صوف وسجاد قطن، وفي تشابك أيضا ما بين الثلاث أصناف عشان إن شاء الله التصدير إلى الخارج في خلال من 6 شهور لعام. المصنع بيحتوي على 30 نول الحمد لله، وكان موجود بـ 12 نول وتم تدريب فيه 36 عامل في المصنع. المعالي الوزير التضامن الاجتماعي بعد الزيارة والسيد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري الحمد لله دعمت المصنع بـ 18 نول إضافي، فكده وصل 18 إيه يا فندم؟ 18 نول إضافي. كده أصبح المصنع بيحتوي على 30 نول، وإن شاء الله هيكون في 100 عامل داخل المصنع. الأهم كمان بالنسبة لنا إن إحنا إن شاء الله بنقوم الآن على دراسة إنشاء 20 مصنع آخر بـ 20 قرية من قرى حياة كريمة بإذن الله مع معالي وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث بإذن الله نحافظ على هذه المهنة. والله فعلا إحنا محتاجين نحافظ عليها، لأن هي يعني مهددة بالانقراض زي صناعات يدوية كتيرة جدا عندنا. فدي فرصة طيبة جدا ان احنا مش بس نعمل مصنع في هذه المحافظة في الفيوم، ولكن ان احنا كمان يعني نشوف اكتر من مصنع في عدد مختلف من المحافظات، خصوصا انه كمان الاهالي متعودة على الصناعة اليدوية وهذه الحرف. صحيح كلام حضرتك مظبوط، وده اللي احنا الحمد لله بنناقشه الفترة الحالية مع دكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن، ان احنا الحمد لله بنعمل دراسات للاماكن والقرى اللي كان فيها هذه الصناعات وتم توقفها. والحقيقه ده حصل بعد 2011، الكثير من المصانع دي تم اغلاقها، كان طبعا التسويق لهذه المنتجات دايما المشكله بتكون التسويق. دي حقيقه التسويق، وده اللي احنا الحمد لله عملنا عليه من اول لحظه. احنا ما عملناش هذه الزياره للمصنع الا بعد التدريب والانتاج الفعلي، يعني الحمد لله احنا عندنا انتجنا قد ايه؟ انتجنا كميه كبيره الحمد لله، اكثر من 100 قطعه، وده بيبقى انتاج كبير للشغل اليدوي. الهدف بتاعنا ان شاء الله نصل ل 1000 قطعه بنهايه هذا العام او عام 2021. بنعمل على خطه منافس توزيع في القاهره الكبرى ان شاء الله والاسكندريه، وهنبدا نتحرك بعد 30/6/2021 في خطة تسويقية للتصدير. والحقيقة جالنا طلبات الحمد لله من بعد الافتتاح مباشرة بحضور معالي الوزير والسيد المحافظ، جالنا طلبات من بعض الدول الأوروبية زي ألمانيا، بدأوا يبعتوا نماذج عاوزين نشتغل عليها. لكن الحقيقة احنا بنفكر الأول نكون احنا خدنا كمان من السيد محافظ الفيوم
ضعف مساحه المصنع من الاراضي المجاوره للمكان، وده بالنسبه لنا هيزود كبير الفتره اللي جايه لانتاج المصنع بشكل يومي. اهالي القريه كانوا سعداء جدا بالاهتمام الحكومي بهذا المشروع. احنا يمكن القرى المجاوره كمان هيبدا يكون فيها عاملين من القرى ديت في المصنع دار السلام. الفكره ان زي ما حضرتك بتقولي فكره التهديد والانقراض لهذه المهن التراثيه والحرفيه، بقى خلاص الرئيس الدوله مهتم اهتمام كبير جدا، كل المجتمع المدني مع الدوله مع القطاع الخاص يكون في اهتمام بكل الحرف ديت في القرى المصريه وايضا في بعض المدن اللي كانت معروفه بهذه المنتجات، والحمد لله احنا لا. ويا دكتور مصطفى كمان السجاد اليدوي ده قيم جدا جدا جدا, جدا, جداً. بالوانه وشكله والخامه الخاصه بيه، يعني من الحاجات القيمه جدا اللي احنا بنتميز بيها. وانا اتذكر انه يعني زمان جدا، يعني مش على ايامي طبعا، زمان كان مهر العروسه زمان كان سجاد يدوي في مصر. صحيح كلام حضرتك مظبوط. ده يدل على انه يعني على قيمته بالنسبه يعني للمصريين زمان. حضرتك كلامك مظبوط فعلا، هو كان قيمته كبيره جدا عند اهالينا على جميع انحاء المحافظات. الاهم كمان من الجزء ده ان المصريين طبعا مهتمين بالسجاد اليدوي اكتر من السجاد العادي، لان هو بيعيش فترات زمنيه طويله جدا. يعني حضرتك السجاد الحرير ده بالتحديد بيقعد عشرات السنين، مفيش اي مشكله بتحصل. وعايزين نشير لحاجه كمان، العائدات الربح بتكون كبيره. السجاد اليدوي كمان عائدات الربح بتاعه نظرا للاقبال الكبير، رغم ان هو ممكن يكون سعره مرتفع شويه، بس عشان هو يعني زي ما انتم شايفين كده قيم وبيعيش وشيء كده يعني محترم قوي ان هو يكون كده عندنا في البيت، عائد الربح من هذا المشروع بيكون كبير قوي. يعني حتى لو احنا فكرنا ان احنا نعمل مشروعات صغيره او متوسطه ونشجع الشباب على تنفيذ هذا المشروع، يعني هيكسب، مربح، مشروع مربح. ده كلام مظبوط يا فندم. زي ما حضرتك بتقولي هو المشروع فعلا العائد بتاعه بيكون كبير، هو بيحتاج بس صبر في البدايه، ممكن التدريب ياخد فتره زمنيه اطول، اليد العامله فيه كانت نادره شويه. بس الحقيقه احنا بدانا نعمل حاجه هي ميزه اضافيه، ان كل مصنع هنتم ان شاء الله انشاؤه بيبقى في جوار المصنع فصول مجتمعيه، بعض الوحدات الخاصه بالرعايه الصحيه، بنعمل كمان تنميه في القريه نفسها مش مجرد مصنع فقط. يعني لو في بيوت مهدمه او بيوت محتاجه ترميم ورفع كفاءه بيتم انشائها، بنسلم مشروعات تنمويه في البيوت ايضا عشان الناس تتدرب في بيوتها، عشان ندي فرصه ان تكون القريه كلها منتجه. الاقبال اللي حاصل من اول ما اعلنا عن المصنع، بعض الدول خارج مصر بتدينا طاقه ايجابيه كبيره جدا، ان احنا لازم نستمر بده في قرى اخرى. ولازم نحرص على ان احنا نطلع. اتفقنا مع دول في الخارج ولا لسه؟ الحقيقه احنا جالنا ثلاث عروض زي ما قلت لحضرتك، ارمانيا اول دوله، هولندا جالنا امبارح عرض ببعض النماذج عشان نبدا نشتغل عليهم ونقيم التكلفه بتاعتها، عرض اخر من الجاليه المصريه في فرنسا، هم عاوزين يعملوا منفذ للمنتجات عندهم. بندرس دلوقتي مع مجموعه من الزملاء في المانيا، برلين بالتحديد يعني ودوسلدورف، ان احنا هنبدا نعمل لهم نماذج مطلوبه بشكل محدد للالمان، يعني هم بيحبوا اشكال معينه. فالحقيقه كذا عرض كل اللي شاف المنتجات من اصدقائنا ومعارفنا في الدول دي وخاصه الجاليات المصريه. وعاوز اقول لحضرتك كمان ان اللي بقى في تواصل كبير جدا من الجاليات المصريه من خلال وزاره الهجره والسفيره نبيله مكرم، بقت الناس حاسه بفكره التواصل مع اهلهم في مصر وازاي نشجع الانتاج والصناعات اللي بتحصل. فده كمان حاجه كبيره ان الاجيال اللي هي الجيل الثاني والثالث المصريين اللي بره بقوا عندهم شعور ان يقدروا يخدموا بلدهم ازاي، طب نقدر نفيدكم ازاي، طب ده عمل اهلي واحنا عاوزين نساعد على يعني دعم ابنائنا في كل المحافظات المصريه. واحنا شفنا يا دكتور يعني معرض تراثنا قد ايه حقق نجاح، لدرجه انه كان تم يعني تمديده كمان يومين من كثر اقبال المواطنين على المنتجات اليدويه والتراثيه.
في ناس بتحب اصلا تعمل بيوتها كلها من الحاجات دي، فاقبال من الداخل والخارج الحقيقه. ونتمنى انه فكره معرض تراثنا تكون يعني ممتده معانا على مدار العام، ودايما كده نشوف صناعات يدويه متميزه، مش بس السجاد، كل الحرف الاخرى التراثيه. زي ما حضرتك بتقولي يمكن المعارض دي مهمه فعلا زي تراثنا ومعرض ديارنا. وزاره التضامن عندها ميزه كمان كبيره جدا ان في المؤسسه القوميه داخل الوزاره بتعمل على تسويق المنتجات طول العام، وعندهم معارض دائمه، وده الحقيقه اللي اتفقنا مع معالي الوزير عليه، بين المنتجات يكون في تواصل من خلالهم ان شاء الله. باذن الله. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا دكتور مصطفى زمزم، رئيس مؤسسه صناع الخير. شكرا ليك يا فندم على كل هذه التفاصيل.